الرئيس السيسي يؤكد أن الأزمات المتعاقبة أوضحت عجز النظام الدولي في التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم. الرئيس السيسي يعلن دعم مصر لتعزيز التشاور والتنسيق بين دول بريكس وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات. الرئيس السيسي يؤكد أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوب. السادسة مساء الثالثة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، تحياتي لكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلي أحمد عبد الصمد. أحمد تحياتي لك. تحياتي لك آية وتحياتي لكم مشاهدينا الكرام. والبداية من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة تجمع دول بريكس. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تؤمن إيمانا راسخا بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين. وفي كلمته على هامش مشاركته في فعاليات قمة تجمع بريكس بمدينة قازان الروسية، أشار الرئيس السيسي إلى أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم. تؤمن مصر إيمانا راسخا بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين. إلا أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية قد أوضحت بما لا يدع مجال للشك عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم، فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها. الحضور الكرام، أظهرت التطورات الدولية أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية، حيث تعاني الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض. ومن هذا المنطلق تلي مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية. كما أشار الرئيس السيسي إلى استضافة مصر في شهر يونيو الماضي الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد، والذي يهدف إلى التعريف بعمليات البنك والدعم الذي يقدمه للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في ظل إيمان مصر بالدور المهم الذي يتطلع به بنك التنمية الجديد في توفير التمويل الميسر لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية. أود الإشارة كذلك إلى استضافة مصر في شهر يونيو الماضي الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد، الذي يهدف إلى التعريف بعمليات البنك والدعم الذي يقدمه للقطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة أفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء بالبريكس. وذلك في ظل إيماننا بالدور المهم الذي يطلع به بنك التنمية الجديد في توفير التمويل الميسر لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، لا سيما في قطاعات النقل والطاقة النظيفة والبنية التحتية والرقمية والتنمية الحضرية. هذا وأشار الرئيس السيسي إلى أن توسيع عضوية تجمع بريكس مطلع العام الجاري يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
إن توسيع عضوية تجمع البريكس من مطلع العام الجاري يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. ومن هذا المنطلق تؤكد مصر دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق بين دول تجمع دول البريكس وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لا سيما تغير المناخ والنفاذ للتمويل الميسر والأمن الغذائي وتزايد معدلات الفقر والجوع واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية. كما تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون في مجالات التسوية المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لا سيما في مجالات الزراعة والصناعة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في الدول الأعضاء باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة. وجدد الرئيس السيسي تأكيد التزام مصر بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله. أود مرة أخرى تأكيد التزام مصر بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله، بما يسهم في تعزيز دوره في إرساء الأمن والاستقرار وزيادة نمو الاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع بريكس المنعقدة تحت عنوان تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين، حيث ألقى كلمة مصر التي تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع بريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري. كما ثمن الرئيس السيسي الجهود التي بذلتها الرئاسة الروسية لتجمع بريكس خلال العام الجاري في مختلف المجالات والموضوعات. وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سلط الضوء خلال كلمته على الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية المتصاعدة التي تدفع إلى العمل بقوة نحو ضمان فاعلية المنظومة الدولية التي أظهرت بوضوح عجزها عن التفاعل مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان، على الرغم من التحذيرات المستمرة من العواقب الوخيمة لهذا الصراع وتوسعه، مشددا على الأهمية الكبيرة لتجمع بريكس والدور الحيوي الذي يمكنه القيام به لتطوير المنظومة الدولية، مستعرضا أولويات مصر في هذا الإطار والمتمثلة في أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية على غرار مبادلة الديون من أجل المناخ، مع تعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية القائمة في ظل ارتفاع فجوة تمويل التنمية إلى حوالي 4 تريليونات دولار في الدول النامية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد كذلك ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفعالة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتعزيز استجابتها للاحتياجات الفعلية للدول النامية، وأهمية تعزيز التعاون بين دول تجمع بريكس في مواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ، فضلا عن وجوب استثمار المميزات النسبية التي تتمتع بها دول التجمع لتنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، خاصة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودفع أطر التعاون المشترك فيما يتعلق بالتسوية المالية بالعملات المحلية، إضافة إلى دعوته لتكثيف وتعميق التواصل والتعاون الثقافي بين شعوب دول التجمع. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوم والذي قد يدفع المنطقة برمتها إلى مواجهات خطيرة ذات تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي. كذلك خلال لقائه مع الرئيس الإيراني مسعود بسكيان على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة بمدينة كازانا في روسيا الاتحادية، حيث ذكر السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين اتفقا على أهمية الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات في المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض الجهود والاتصالات المصرية المكثفة لمحاولة دفع مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ومؤكدا ضرورة حشد الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعي الرامية لاستعادة التهدئة بالمنطقة، بما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية والتي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من مدينة كازان الروسية مفادة أكسترا نيوز حور محمد. حور، وبعد التحية، ما هو الجديد لديك؟ أهلا بك أحمد، وأهلا بك آية، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. أحمد، يعني اسمح لي أن أبدأ بمستجدات اليوم الثاني لقمة بريكس 2024 من هذا اللقاء الذي يذاع لنا من داخل قاعة إكسبو كازان. هذا اللقاء الذي يأتي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وهذا اللقاء يأتي على هامش انعقاد القمة، يعني هذه القمة بتحظى في يومها الثاني بالكثير من الاجتماعات والجلسات بين الرئيس بوتين وما بين الرؤساء لدول أخرى. كذلك إذا كنا بنتحدث عن بداية اليوم، كان هناك جلستان. الجلسة الأولى هي كانت جلسة بشكل يعني غير موسع، كانت مقتصرة على رؤساء مجموعة البريكس، وأيضا جلسة أخرى مغلقة بين رؤساء مجموعة البريكس، تلتها جلسة عامة حضرها رؤساء مجموعة البريكس وكذلك الوفود المشاركة في قمة بريكس والذين تمت دعوتهم من قبل رؤساء المجموعة. حظيت هذه الجلسات بكلمات لرؤساء مجموعة البريكس، سواء الرئيس فلاديمير بوتين وكذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس الهندي ناريندرا مودي والعديد من الرؤساء الذين كانوا في هذه الجلسة العامة. ما زلنا بنتابع المستجدات على مدار اليوم. قبل قليل كان هناك يعني بنود التي تم الاتفاق عليها من قبل رؤساء هذه القمة، يعني اهتموا بالأبعاد السياسية وكذلك الاقتصادية، تحدثوا حول توسيع التعاون على أساس المصالح المشتركة ومواصلة بناء الشراكة الاستراتيجية، أيضا التذكير بالمواقف الوطنية بشأن الوضع في أوكرانيا، أعربوا أيضا عن قلقهم بشأن التأثير السلبي للعقوبات غير القانونية على الاقتصاد العالمي، وهي العقوبات التي قد تفرضها دولة أو منظمة أو هيئة سواء دولية أو إقليمية على دولة أخرى على خلفية القيام بأعمال عدائية. بالتأكيد الكثير من البنود جاءت على هذه الاجتماعات، سنتحدث فيها على مدار اليوم النهارده. حور محمد مفادة اكسترا نيوز الى كازان، نشكرك على هذه المعلومات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك تغييرات كبيرة تحدث بالعالم إذا إن مركز الاقتصاد ينتقل نحو الدول النامية. وفي كلمته خلال اجتماع لمجموعة قمة بريكس بمدينة كازان الروسية، قال بوتين إنه يجب إنشاء منصة مالية خاصة بالبريكس لتأمين موارد دول العالم. ولتحقيق القدرات لاقتصادنا متنامية واستفادة من جميع الامتيازات من موجة النمو الاقتصادي العالمي، على دولنا تفعيل التعاون في المجالات التالية كالتكنولوجيا والتعليم واستخدام الموارد البيعية والتجارة واللوجيستيكس والشؤون المالية والتأمين، وكذلك زيادة بالأضعاف الحجم الاستثمارات المتبادلة. وفي هذا الشأن نحن نقترح إنشاء المنصة الاستثمارية الجديدة للبريكس التي سوف تكون آلة مهمة لتقديم الدعم لاقتصاداتنا القومية. وأنا أشير لأن في العمل الجاري نحن في التجمع استطعنا وصول التوافق لعدد من المبادرات الرمي إلى الحل مهام المليحة. وقبل كل شيء أنا أقصد الرفع من استدامة سلاسل الإمدادات وكذلك مكافحة الحماية وتنمية التجارة الإلكترونية. ونعتقد أن سوف تساعد إطلاق الآلة خاصة للمشاورات لدول البريكس حول المسائل التجارة العالمية، منظمة التجارة العالمية، لبلورة الموقف الموحد لتشكيل قواعد اللعبة أكثر عدالة للاقتصاد العالمي.
من جانبه حث الرئيس الصيني شي جين بينغ الدول الأعضاء في مجموعة بريكس على تعزيز التعاون المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك ضرورة ملحة لإصلاح البنية المالية الدولية. ودعا الرئيس الصيني خلال كلمته في قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية إلى خفض تصعيد الأزمة الأوكرانية والحيلولة دون اتساع ساحة المعركة، كما دعا إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان. دعا بيان القمة 16 لتجمع بريكس إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وإدانة هجمات الاحتلال الإسرائيلي على المواقع المدنية والإنسانية والبنية التحتية في فلسطين ومهاجمة مقار المنظمات الأممية أيضا. ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدور الوطني الحيوي والمؤثر الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس مجلس النواب مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، حيث أكد أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائية ومتعدد الأطراف تعد أداة مهمة من أدوات الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري خارجيا من خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مؤكدا حرص مجلس النواب المصري على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج لتعزيز الدور المصري خارجيا. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة نجحت في تخفيض البطالة إلى أدنى معدلاتها بالرغم من التحديات التي تواجهها. وشدد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الإسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج التنمية الشاملة. يعني بالرغم من كل التحديات، الدولة المصرية نجحت في تخفيض البطالة إلى أدنى معدلاتها اللي احنا بنتكلم فيها في حدود 6.5%، بالرغم من يعني ان اتضاف علينا حوالي 25 مليون نسمة ما بين 2011 الى وقتنا ده، ولكن مع ذلك الدولة نجحت فعلا الحمد لله في هذا الموضوع. وكل استهدافنا ان شاء الله ان شبابنا اللي بيطلع كل سنة لسوق العمل ازاي ان احنا نوفر له فرص عمل جديدة وتتناسب مع مستجدات ومتطلبات العصر، وأن الدولة المصرية بالرغم من كل التحديات مستمرة في مسيرتها في الإصلاح الاقتصادي وفي التنمية الشاملة اللي احنا كلنا بنبتغيها للدولة.
هذا وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: ننظر مع صندوق النقد الدولي كيفية مراجعة التوقيتات والمستهدفات لبرنامج مصر بما يتوافق مع المصلحة المصرية، موضحا أن المستهدف إدخال كل محافظات الجمهورية تدريجيا في منظومة التأمين الصحي، مشيرا إلى أن صندوق النقد يشيد بالإجراءات المصرية في بياناته. الصندوق النهاردة في كل بياناته الحديثة بيأكد على إشادة كبيرة جدا بالسياسة النقدية المصرية، وإن مصر ماشية بصورة جيدة جدا في هذا الموضوع. الشيء الآخر إن ابتدت بقى إشاعات تتردد، أصل ده احتمال يحصل تعويم جديد، وأصل احتمال أول السنة نشوف حاجة تانية. وهنا يمكن أنا موجود هنا معانا يعني العديد من رجال الصناعة ورجال الأعمال والكلام ده كله، وخليني هنا أكد على شيء مهم جدا. الحمد لله حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة المصرية ماشية بانتظام شديد. النهاردة مفيش يعني مستلزمات إنتاج ولا مواد خام ولا احتياجات أساسية للدولة متأخرة، ومفيش أي طلبات متأخرة في البنوك. أنا بس بأكد لحضراتكم هذا الموضوع. فبالتالي الحمد لله الأمور مستقرة وماشية، وإحنا كلنا بنتابع بصورة يومية المجموعة الاقتصادية ومع المحافظ البنك المركزي ومع حركة السوق، وبنشوف النهاردة إن الأمور الحمد لله منتظمة ولا يوجد أي شيء. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن الدولة المصرية لم تتأخر عن سداد التزاماتها حتى وسط الأزمة المالية. الحمد لله مصر حتى في عز الأزمة الاقتصادية عمرنا ما تأخرنا عن سداد قسط واحد. فأنا بأكد لحضراتكم إحنا الأمور ماشية بطريقة منتظمة تماما. الدولة المصرية عارفة كويس قوي إيه الالتزامات اللي علينا، وعارفين كويس قوي هنسددها إزاي، وعندنا الرؤية والأرقام وعندنا كل شيء، وعارفين إحنا بنتحرك إزاي في هذا الشأن. في نفس الوقت عيننا على السوق وتلبية احتياجات القطاع الخاص وقطاعات الدولة اللي بتحتاج الطلبات الأساسية للدولة، والحمد لله الأمور مفيش أي شيء يدعو إن إحنا يعني الإشاعات دي اللي بتطلع وإن إحنا نبدأ يحصل ليها أي تداول. هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل باستمرار على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى خلق آليات مرنة لجذب الاستثمارات والشركات العالمية. مفيش أسبوع بيعدي غير لما بنبص للآليات المختلفة لإزاي إن احنا نجذب مزيد ومزيد من الاستثمارات، والنهاردة يمكن هذا الأسبوع عملنا اجتماع مهم جدا لمناقشة قانون يعني يبقى إنشاء المناطق المال والأعمال في مصر. وهذا القانون إن شاء الله يعني الحكومة بتنتهي من اللمسات الأخيرة ليه، وده بيبقى على غرار كل هذه النوعية من المناطق اللي بتنشأ في الدول المتقدمة أو حتى الدول الناشئة اللي بتستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليها. وهدف فكرة القانون ده إزاي؟ إن أنا إزاي أخلق في مناطق محددة جغرافيا آليات برة، نقول آليات مرنة وبرة الصندوق وطبقا يعني التوجهات العالمية، بحيث استقطب فيها في هذه المناطق تحديدا كل الشركات العالمية الكبرى إنها تيجي وتفتح مقرات ليها وتزاول أنشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة نجحت كما وعدت في حل أزمة نقص الدواء بنسبة 95%، ومشيرا إلى أن الدولة مستمرة في ضخ كل الالتزامات المالية اللازمة لشركات الأدوية. أعتقد الحمد لله حضراتكم متابعين على الشارع إن احنا نقدر نقول إن احنا تجاوزنا الأزمة، والحمد لله ما بقاش فيه النهاردة شكاوى، وعشان ما بقاش مبالغ وأقول إن أنا حليناها بنسبة 100% أقدر أقول بنسبة 95%. بقى الوضع اللي أقدر أقوله لحضراتكم إن احنا رجعنا إلى ما قبل الأزمة الخاصة بالدواء. بقى وارد إنه ممكن يحصل نقص في دواء معين أو دوايين، وده كان بيحصل قبل الأزمة، وبتبقى على طول بنتعامل كدولة في هذا الموضوع. ولكن الأزمة اللي كانت موجودة الحمد لله نقدر نقول إن احنا تجاوزناها بنسبة 95% بهذا الموضوع، والدولة مستمرة في ضخ كل الالتزامات المالية لكل الشركات الخاصة بالقطاع الخاص اللي منتجة للأدوية عشان تكون الاحتياطيات بتاعتها المطلوبة، وعجلة الإنتاج ما يحصل لهاش أي اضطراب آخر في هذا الموضوع.
كما قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن وزارة الإسكان تطرح مرحلة جديدة من سكن كل المصريين خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في إنشاء أكثر من 1,000,000 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي و300 ألف وحدة بمنطقة من المنطقة غير الآمنة. بعد اجتماعي آخر مهم جدا وأرجو أن حضراتكم تكونوا تابعتوه، وهو إعلان وزارة الإسكان والمرافق عن طرح مرحلة جديدة من سكن كل المصريين بعدد يقترب من 80,000 وحدة سكنية جديدة. وهذا البرنامج المهم جدا اللي يعني الواحد بيشرف وبيفخر ان هذا البرنامج ضمن الجمهورية الجديدة اللي نجحنا فيه ان احنا نصل الى 1,000,000 وحدة سكنية، وده بخلاف 300,000 تانيين للمناطق الغير أمنة. أنا بتكلم هنا على إسكان اجتماعي بيلبي فئات الشباب ومحدودي الدخل والمتوسطي الدخل. النهاردة ده مرحلة جديدة من هذا البرنامج المهم، 80,000 وحدة جزء منها بالفعل خلص تقريبا والجزء الثاني تحت الإنشاء، فبالتالي احنا بنعلن على وحدات بقت موجودة. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاستمرار في تطوير منظومة العملية التعليمية ومشيرا إلى النجاح في خفض الكثافات الطلابية بالفصول الدراسية، وأوضح أن نحو 112 جامعة تعمل في مصر منها 28 جامعة حكومية فقط. شيء آخر يمكن يعني برضو حابب أن أنا أقوله لحضراتكم، كان في اجتماع مع سيد وزير التعليم العالي وكنا بنراجع أرقام الطفرة العظيمة اللي اتعملت في موضوع الجامعات. النهاردة احنا بقى عندنا 112 جامعة، 112 جامعة بتعمل في مصر، 28 منهم فقط حكومية والباقي كلها جامعات خاصة وجامعات دولية وجامعات أهلية ومعاهد وحاجات كلها عليا. الشيء اللي يفرح ان هذه المنشآت النهاردة استقبلت هذا العام 1,000,000 طالب في الجامعات المصرية، 1,000,000 طالب. من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد أن الدولة تدعم المواد البترولية بنحو 10 مليارات جنيه شهريا. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد وزير البترول أنه لا يوجد أي خطط لتحريك أسعار المواد البترولية، مؤكدا أن إنتاج النفط المحلي يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، كما أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعمال الاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية. وأكد أن الدولة تسعى لجذب العديد من الاستثمارات بقطاع التعدين. قولة واحدة عشان بس أكون واضح فيها، أن احنا ما عندناش أي خطط لزيادة أسعار المنتجات البترولية خلال اللي هو 6 أشهر اللي جاية، يعني كما يعني ذكر الحقيقة وأعلن دولة الرئيس يعني في مؤتمر من كام يوم. الحاجة الثانية اللي هو هرجع على آلية اللي هو قصة اللي هو التسعير، احنا الحقيقة الاهتمام اللي هو الأول ان احنا نزود اللي هو الانتاج المحلي، لان انا اتكلمت على العوامل اللي هي بتؤدي الى الفجوة بين اللي هو سعر تكلفة المنتج وسعر المنتج نفسه. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم جديدة بهدف دراسة وبحث إمكانية استكشاف وإنتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي. وأكد المهندس كريم بدوي أن توقيع مذكرات التفاهم الجديدة يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالعمل على زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، وفي إطار العمل على جذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول والإعلان والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والتي يتم التسويق لها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، ومؤكدا أهمية التعاون مع شركات القطاع الخاص وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومشيرا إلى أن تطوير الحقول المتقادمة يمثل فرصة كبيرة لتحقيق قفزة نوعية في الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيا في عمليات الاستكشاف والتنمية أيضا.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، حيث أكد الدور الهام للمنظومة والعاملين بها بحيث أصبحت جزءا فاعلا في حل مشكلات المواطنين على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية بدأت بفكرة ثم تحولت اليوم إلى جزء وإطار مؤسسي هام للغاية في هيكل رئاسة مجلس الوزراء، كما أصبحت إحدى أهم وسائل التواصل مع المواطنين والتعرف على كل ما يهمهم من وشكواهم، موضحا أن طبيعة عمل المنظومة لا تقتصر على تلقي الشكاوى بل متابعتها والعمل على تذليلها وحلها. شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وهيئة تنمية الصعيد، وذلك لتقديم كل الخدمات الهندسية والاستشارية والإشرافية لمشروعات الهيئة. وأكد وزير الصناعة والنقل خلال فعاليات التوقيع حرص الوزارة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التعدينية بما يتواكب مع متطلبات واحتياجات الصناعة المصرية باعتبارها المعنى بتنفيذ والمعني بتنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق، ومؤكدا أهمية تضافر الجهود التي تبذلها مختلف الهيئات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة في صعيد مصر ومحافظات الصعيد التي تتمتع بالمقومات التنموية والتي تجعل منها منطقة واعدة وجاذبة للاستثمار. في استجابة سريعة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تصقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عليها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأراضي الصناعية على مالك الأرض الأصلية، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل أصدرت توجيها بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقا للاشتراطات التي تلزم المخصص له بالأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن 3 سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض. استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وزير الصحة الفلسطينية ماجد أبو رمضان لمناقشة سبل التعاون المشترك بينهما. جاء ذلك في إطار فعالية النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث أكد الوزير تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لوزارة الصحة الفلسطينية لتمكينها من القيام بمهامها المختلفة خاصة في ظل ما تمر به من تحديات في قطاعها الصحي. كما تناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون المشتركة خلال الفترة المقبلة لدعم مختلف الملفات الصحية في دولة فلسطين. كما أبدى وزير الصحة والسكان استعداد الوزارة لاستقبال الكوادر البشرية من الفرق الطبية من دولة فلسطين لتدريبهم ورفع كفاءتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة في مختلف التخصصات الطبية.
شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان شهد جلسة حوارية تحت عنوان تعاون أصحاب المصلحة من أجل حصول الجميع على الدواء بسعر مناسب، وذلك في إطار فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان إن الجلسة تأتي في إطار العمل على توطين صناعة الدواء وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية المحلية وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري. شهد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة باير العالمية للمستحضرات الدوائية، وذلك لدعم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية التي تحمل شعار 100 مليون صحة. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هذه الشراكة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات الصحية العامة والتي تقدمها وزارة الصحة والسكان، مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والأولويات المجتمعية للتنمية المستدامة، ومشيرا إلى أن هذا التعاون يسعى لتطوير النظام الصحي والارتقاء بالمؤشرات الصحية للمواطنين. أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تلقي طلبات أداء فريضة الحج لعام 1446 هجرية و2025 ميلادية، موضحة أن التقديم سيتم اعتبارا من الأربعاء الموافق 30 من أكتوبر لعام 2024 حتى السبت 16 من نوفمبر بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن. تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري، وتعلن عن بدء تلقي طلبات أداء فريضة الحج لعام 1446 هجرية 2025 ميلادية، التقديم اعتبارا من الأربعاء 30 من أكتوبر 2024 حتى السبت 16 من نوفمبر 2024 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن. تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك. لا شريك لك. سيتم إجراء القرعة العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، وأفقا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية. يقتصر آداء فريضة الحج لهذا العام على من لم يسبق له آداء فريضة الحج، وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. لك والملك لا شريك لك. يستبعد من السفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان. جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت. لك والملك لا شريك لك. أرسلت مصر شحنة ثالثة من المساعدات الإغاثية إلى مطار بيروت تضمنت 23 طنا من المواد الغذائية والطبية الإغاثية، ليصل الحجم الإجمالي للمساعدات المصرية إلى لبنان حتى الآن نحو 67 طنا، وذلك تنفيذا توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كل أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق في مواجهة الآثار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي. وحسب ما أكدت وزارة الخارجية كان في استقبال الشحنة السفارة المصرية في لبنان ومن الجانب اللبناني ممثلون عن الحكومة اللبنانية وهيئة الإغاثة اللبنانية. وعلى صعيد آخر قامت السفارة المصرية في بيروت بإعادة نحو 293 من المواطنين المصريين العالقين في لبنان وذويهم إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي ما تم إعادتهم حتى الآن نحو 883 مواطنا عبر رحلات استثنائية
لشركة مصر للطيران، وتواصل السفارة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن تمهيدا لإدراجهم على الرحلات التالية. كانت وزارة الطيران قد أعلنت عن رحلة جوية استثنائية تعد الرحلة الثالثة لنقل المصريين المقيمين بلبنان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن في ظل الأوضاع الحالية التي يشهدها لبنان. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. كما أقلعت رحلة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي محملة بشحنة مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية مقدمة من جانب الهلال الأحمر ووزارة الصحة. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتقديم كل أوجه الدعم اللازم لدولة لبنان وشعبه الشقيق، واستمرارا للجهود التنسيقية التي تقوم بها وزارة الطيران المدنية بالتعاون مع كل جهات ومؤسسات الدولة المعنية لنقل المصريين المقيمين بدولة لبنان من خلال تنظيم رحلات استثنائية. اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد برنامج الأغذية العالمية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشتركة فيما يخص نطاق عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية التعاون مع كل الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجالات عمل الوزارة، ولا سيما في برامج الدعم الغذائي، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين مصر وهذه الجهات بما يعود بالنفع على المواطن المصري. وأشار وزير التموين إلى أن التعاون في برنامج الأغذية العالمي ممتد عبر فترة طويلة من خلال عدة اتفاقيات تم توقيعها هدفت إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا. كما شدد على أن مجالات العمل المقبلة مع برنامج الأغذية العالمي سوف يستهدف تطوير برامج متخصصة في مجال التغذية والصناعات الغذائية، وكذلك البرامج التدريبية التقنية في مجال دعم مشروعات التحول الرقمي وتحسين تكنولوجيا المعلومات للوزارة، وكذلك الاستفادة من تراكم الخبرات المتبادلة مع برنامج الأغذية العالمية في مجال دعم منظومة الغذاء، وكذلك تحسين جودة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين بما يسهم في الحد من الفاقد. أعلن علي كايا وزير الداخلية التركي مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين في هجوم على مقر لشركة صناعة الطيران والفضاء التركية. وأضاف وزير الداخلية التركية أن أجهزة الأمن تمكنت من قتل مسلحين 2 نفذوا الهجوم الذي وقع بعد انفجار قوي في مقر الشركة، ولم يتضح بعد سبب الانفجار وإطلاق النار الذي تلاه. وقالت بعض التقارير الإعلامية إن الهجوم انتحاري. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الساعة الخبرية، ولكن لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. وختاما تقبلوا تحياتي، أنا أحمد عبد الصمد وزميلتي آية عبد الرحمن.